احسن البلايص. انا بعدا احسن بلاصه في حياتي. ها رجع المجرم مجدد. شكي شكي ديرا دابا هاد الفيديو انا عارف كتبان عاديه، ولكن الواقع راه ماشي عاديه. حنا هنايا عرفتو، الحمد لله رجليها شنو رجليها. واش اخوت المهم نحطو الكيتو ديالنا هنا ان شاء الله. كده مزيان دخل الكويطيل بلايصة ديالنا، راه التليليجة ديالنا حتى ندخل وانا غنوريكم. عرفتي راه كلشي راه متلج لداخل. غادي نحط نخلي لي فاليز هنايا في الطونت وغنتحركو لواحد البحر اللي هو ناضي بزاف كارا بلانكا. شوفوا الموتور هانس هنايا. المهم لي فاليز هما هنايا مودرو هنايا، غنتحركو دابا الخوت كلشي خليهم في الطونت كاينش لي عليه. المهم هذا هو البلان، يلاه حتى نمشي ونبارطاجي معاكم. المشكل اللي لقيتو هنا هو الصارج، معندكش فين تصارجي بياس ولا المشكل. دابا انا ممكن نصارجي في الموتور، ولكن عندي بزاف د الحاجات اللي خصهم يصارجيو. المهم هذا هو البلان. واش الخوت عرفتو لقيتوني باش نمشي لهاد الكارا بلانكا؟ واش يتصد مرات ولا تعرف حاجه هي بديسكا ما بيناش ما تعرفهاش؟ عرفتو طلع هبط طلع هبط مع دابا هذا كاين بزاف البلايص اللي تشاف كيسير كان كيسير كمين واحد الرأس الأسود ولا ما عرفتش شنو. المهم بقى لقيت هاد الكوسة حنا هنايا عرفتو الحمد لله رجليها شنو رجليها. دخلت هنا في الرويضه الحمد لله اللي ما تقطعات لها ما والو. دخلت لهنايا هذه من الرويضه والسلسله تما كما كتشوفوا يدي رجلي هادي عاطس كان عاد جاك الدري راه عاوننا كتنتقات لنا الحمد لله اللي ما وقع والو. حق الله اخوتي الا فشيت ما كذبش عليكم قلبي مشى وجا الحمد لله على الله. كلشي كتدخل بنا ما تجيش فيه وصافي. المهم عاوتاني تلفنا في الطريق هبطنا من هنا وصلنا حتى هي فين ترعات رجليها. دابا ما كاينش الطريق ديال الموتور كما كتشوفوا ما عندش فين يمشي، غنخلي الموتور غير هنايا شي اللي كاين صاحبي. باش نقول لكم اخوتي الموتور ديال الدار ما كاينش اللي كيدير موسيقى انا ما عنديش كندير نوصلها. دابا راه عندي باش داك اللعيبه اللي كتنقل يدين راه خليتها في الفاليزات تما في الكومبين والدوار اللي جبته معايا هنا يعني الماتريال ضروري بدل ما توقع اي حاجه. دابا دايزين من هنا الطريق غادي للكارا بلانكا. عرفتو الخوت واحد اللعيبه داير بحال وزغه بحال التمساح هو صغيور ولكن مدق قدره ماشي قد هذا تما هذا كتسبق هنايا حق الرب الا سكتات لي القلب. عرفتو نقز كنت نطيح في هاد الحدود هاد لقيت غادي زالق ولكن راه من هنا كتبان لي هنا في الكاميرا ما غتبانلكمش مزيان ولكن من هنا كيبان لي شي مناظر واعرين اخو من هنا كيبان داك الشهر بان اللهم بارك الطريق الله اعلم. حنا ما قربناش شويه شلاك شي كيبان اللهم بارك
الطريق كي دايره. المهم راه غير الفيديو غيبين لكم الطريق كي دايره بلا ما نهضر انا. وهادشي راه غير شويه من الواقع، الواقع راه كثر. عارف انا غير حاجه واحده غير في الطريق فينا هي انا راه غنحمر، مالك كتبان لي غير دويره انا هاد الطريق. ما تقوليش ملي نطلع على الفوق، راه ما نوليش نطلع على الفوق. واش ولا من ظهر بان خط حق الله نسيك الله. شوف اللهم بارك. عرفتو الماء ونقي نقي 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 صربية كم ها وجو رخص هنايا حق الله على العوم مالك شنو ضرب شي الناس احسن البلايص. انا بعدا احسن بلاصه في حياتي ابر تشرانه رقم 2 هذه رقم 1 كارا بلانكا هاربه بزاف اللهم بارك الخوت. شوف 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 اول منظر هو اللي غيحكم انا ما غنهضرش. شوفوا شو تبارك الله. المهم الخوت هذه هي اللي كيقول لك كارا بلانكا. بغيت نطلع واحد البلاصه واحده اخرى وانا غنمشي نوريها لكم. هذا الفيديو ماش كارا بلانكا كيقول لك كاس العالم، حيت انا شفت بزاف الناس كيبوستيوها تيقول لك كارا بلانكا هذيك سميتها كاس العالم كيلقبوها بكاس العالم. انا غنمشي دابا نوريها لكم. المهم بعدا كارا بلانكا الله يسليه اللي ننصحكم شي وجهه واعره بزاف. انا شفت سخفت. المهم انتما كما كتشوفوا يلا وصلنا للبلاصه كيقول لك كارا بلانكا. ماشي كارا بلانكا يا ربي خوتي كيعيطوا لها كاس العالم، هذه كامله كارا بلانكا راه كاس العالم هو اللي مشهور وكتشوفوه في التصاور. هي ساعات هابطه كامل درنا على ود القنت هذا. احنا جينا كيسميو كاس العالم، غنمشيو نضربو شي تصويره في داك القنت اللي لهيها ونتحركو بحالنا. هذا هو البلان. الموتور راكم عارفين خديتو نمشي نشوف موتوري واش الخوت مخليناش كم الطريق. انا كلشي حاجه نفطر ما كبيره حق الله سخنا. الحمد لله شو قرعه كبار جبناها في داك اللعيبه واحد الميكا
شكون متلج حط شي من هنا واحد الخبزه واحد الطون والفرماج انا كلوها خدت ناكلوهم وحنكملو الطريق ديالنا. شوف خوت الخبز والفرماج والطون ونديك بانو عند نتحركو. هاد اللعيبة هادي شريتها من المرجان زوينة حتى هي بحال داك الاخر بحال اللي جلقة دابا حطينا هنا كتبقى باردة حتى شي حاجة سخونة تبقى سخونة حتى هي باردة تبقى باردة. واش الخوت لقيت من عاد وصلنا هاد شوية ارتاحينا. شوفو الدنيا شوفو اش حطات الموتور كانت خاوية. شوفو الدنيا دابا الدنيا شحال عامرة شوف الدنيا بلان ولكن برا وجولة كرتسنا بزاف طلع وتلفنا عرفتي واحد اللقطة تمر بالصوم العادي ما تلفنا ما صافي مابقيناش عارفين الطريق فين هي. فشلت فشلت هي بلاصة زوينة تستحق غير نصيحة الخوت الواحد يهبط معاه الماء يهبط معاه شي صباط مزيان حيت راه غيتكرس الطريق. بقيتوني غناكل واحد اللعيبة نعطيها بالإنرجي ها هي شريتها من ديكاطلون هي إنرجي جيل هدا كتشربو كتشربو كيعطيك شوية الطاقة. المهم يلا خوت دابا نتحركو حنا بقاتنا البلاصة التالية اللي غنمشي ليها عندنا إن شاء الله وهي سميتها الواحد. المهم دابا نوريكم في الفيديو داك الساعة صافي خوت دابا بقيتونا غنجيو نتغداو نضمدو شي حاجة ناكلوها ونشوفو إلا كنا نقدرو نخرجو ب داك الباطو ولا ما عرفتش كيسمى بجيسكي ولا اللي كان. السلام عليكم كدا مزيان بخير لاباس صافي رزا كدا مزيان الله يحفظكم لا تفرحوا. كاين شي ماكله ولا كاين شي ما ناكلو كاين ما ناكلو الله يحفظك. السلام عليكم شي جوج طاكوس بحال البارح صافي صافي الله يكبر. اقول مازال ما كيخرجوش داك اللي بغات كيخرجوا دابا كيخرجوا هذاك البيكادات لا على حساب الموز ولا بحال الموتور هما خرجوه داك شكرا الله يكبر فيك الله يحفظك ابرا شكرا درنا شي فيديو حنا ما انا سمو لهاد الحساب. السلام عليكم تحياتي للناس فنين تحيه للناس المغرب مرحبا بكم ترانا توتوبسيون عندنا هنايا راهم يعجب الحال كيف سيدي كيف نشوف راسنا طالع وكيشوف لنا باش ندخلوا في الفلوقه صافي الحمد لله ماشي جدا نخرج دابا فلوكه وخا الصراحه راه البحر طالع شي شويه داك احمد شويه طالع البحر طالع ما ماشي بحال اليامات العاديين ولكن المهم نضيف بالي ما يعني ساهل هنايا النهار اللي معروف هنايا كيقولوا اخر الدنيا هنا معروف في الشهر رانا المهم احنا راه قربنا له احنا نوصلوا له غنوريكم راه مشوار واش الخوت. المهم داك المغارة هي هادي دابا ميمكنناش ندخلو لا على حساب البحر طالع بزاف دوماج البحر طالع خرج يخرج الموجة مجهدة رجع مع الموجة راه مجهدة رجع الموجه راه مجهده بزاف كيش كديره واه هي كنشوف انا الضو من اللي هي ما عرفتش يا ما رجع مع حولينا الله يعاون معلم الله يحفظك الله صح اذا نصور ثاني يور فون الله يحفظك اخويا حمزه الله يكبر بك الرجوله الله ينورك
المهم هذا هو البلان الخوص سنتين الشوب خرجنا في القارب طلب فيه السنشوب تهلاو فينا وجودنا ماكلة ناضية مهم تهلاو فينا فوق الطوب شكرا لهم بزاف تحية لهم اللي هنايا المهم دابا جينا هاد البلاصة فيها الطليلة الميطرة هي القيطون راه هو دابا غنقصيو وجابو لنا ساكل الكروكيت الفريت كلشي سخون المهم نضاوة هذا هو البلان يلاه بيس الخوت غناكلو ان شاء الله دابا وغنمشيو وات ذا نيم اوف ذات بليس تيبودا خليفه نو تيبودا هو غنمشيو لتيبودا واقيلا سميتها تيبودا واش الخوت مزيان بخير لقيتونا دابا غادي لتيبودا ما عرفتش واش كتسمعوني ما كتسمعونيش المهم حنا في طريق لتيبودا الصراحه الطريق زوينه منظره هانطين راه هي تيبودا البحر ديال تيبودا هذا هو البلان تيبودا ما بغيتش نهبط من بلايص الاخرين على حساب خصك ساعه تحط الموتور حنا عيانين نبداو يلا دوشنا المهم جيت حتى لهنايا عاد هانطين هانتوما الفيو هذا هو البلان بيس